لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة القمر عندهم في وضع معاكس، ومطلوب من مواليد الجوزاء النهاردة ان هم ما يتسرعوش في كلامهم وفي حواراتهم، ويحاولوا ان هم يكونوا كتومين وما يعلنوش عن اسرارهم. كمان في الشغل لازم ينتبهوا جدا في شغلهم عشان ما يقعوش في اخطاء تتمسك ضدهم.